كاميرا الأشبال كانت مع براعم النادي الأهلي بداية وهم بيتحركوا من القاهرة والسفر إلى دبي. نشوف التقرير ده مع الكابتن فتحي مبروك والكابتن جمال السيد وبعض اللاعبين. بشكر قناة الأهلي وبشكر العاملين في قناة الأهلي على الاهتمام الكبير فعلا بفرقة 2006 اللي مسافرة دبي عشان في دورة دولية هناك، والدورة الدولية دي الحمد لله يمكن بتسمع على العالم العربي كله بالنسبة للنادي الأهلي إنه مشترك في هذه البطولة. النادي الأهلي برضو بيدي رونق جميل لهذه البطولة لأن في فرق كبيرة، في برشلونة، في يوفنتوس، في فرق كبيرة، فرق في الإمارات العربية المتحدة وفرق من السعودية. أتمنى أن احنا إن شاء الله نعمل حاجة كويسة في هذه البطولة، لأن كابتن جمال السيد المشرف على فريق 2006 يمكن وكابتن أحمد جمال، بس كابتن أحمد جمال اعتذر لظروف والده الصحية ربنا يشفيه. فأتمنى إن شاء الله نعمل عروض كويسة ونعمل مباراة كويسة ونكسب هذه البطولة، يعني لأن عندنا لعيبة كويسة يعني إن شاء الله. أنا اجتمعت مع اللعيبة، يمكن اجتمعت مع اللعيبة امبارح واتكلمت معاهم وقلت لهم إن احنا عايزين نظهر مظهر كويس، مظهر فني، مظهر سلوكي، مظهر يليق بالنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي نادي بطولات دائما. وأتمنى إن أنتم يبقى عندكم دوافع البطولة من صغركم، من يعني 2006 صغيرين بس عندهم دوافع البطولة. الحاجة الثانية ممكن تبقى ناحية تسويق على فكرة اللعيبة الصغيرة، يعني 2006 ده ممكن أي فرقة من الفرق الكبيرة تشوف لعيب عندي مهاريا كويس وهايل وأداء الفني راقي جدا، ممكن من نبتدي يعمل له عملية معايشة حتى من دلوقتي ويبتدي يحط منظور على هذا الولد من دلوقتي. فأتمنى إن شاء الله اللعيبة اللي مسافرين كلهم يبقوا نجوم ويبقى على مستوى المسؤوليه ان شاء الله. الحمد لله يمكن النادي الاهلي ليه اسم كويس، ليه اسم كويس في اوروبا، في العالم العربي، في افريقيا ليه اسم كويس. اتمنى من كل قلبي ان يبقى في تأمة فعلا لاي من الفرق الاوروبيه، على اساس ان فرق النادي الاهلي تحتك بمدارس اوروبيه، ودي بتبقى حاجه كويسه للولد بدل ما بيبتدي يشتغل على دوري مناطق هنا ودوري براعم، لا ما يحتك في مستوى اعلى، الولد بيظهر فنيته اكتر، الولد بيحتك بمدارس، ودي بتديله يمكن نوعيه من النوعيات اللي هي ما يبقاش قلق بقى بعد كده في الدوري وفي دوري البراعم وهذه الامور كلها. اتمنى من اللعيبه، احنا دلوقتي ماشيين، اتمنى من اللعيبه ان هي تستوعب فعلا ان النادي الاهلي نادي بطوله. انا بحب اغرز من في الولاد الصغيرين دول النادي الاهلي نادي بطوله، طالما ارتديت التيشيرت الاحمر يبقى انت بطل ان شاء الله. يعني هو كابتن جمال اللي باخد تقارير منه بصفه مستمره، كابتن جمال السيد بيقول لي ان في لعيبه الحمد لله على مستوى المسؤوليه ولعيبه كويسين ولعيبه ان شاء الله ان شاء الله يبقوا دايما في قطاع الناشئين، يبتدوا بقى يخشوا مراحل قطاع الناشئين اللي جاي ان شاء الله يعني. واحنا يمكن مش عايز اقول لك في جول جالنا مواليد 2005 كابتن جمال لما شافه ضمناه لمواليد 2004 وبيبتدي يشتغل مع 2004 دلوقتي الحمد لله. طبعا هي بطوله كويسه من البطولات الجيده جدا، احنا شفنا الفرق فيها طبعا وبتيجي دعوه كل السنه. السنه اللي فاتت اعتقد فريق 2005 اشترك فيها، السنه دي 2006. انا شفت الجدول طبعا بطوله قويه جدا، احنا في المجموعه تقريبا الرابعه، معانا اول مباراه مع الوحده الاماراتي، ثاني مباراه مع سيلتا فيجو، وثالث مباراه اعتقد مع ليفانتي. دي ليها نظام معين، البطوله دي بتخلص في 3 ايام، بيلعب ماتشين في اليوم كل المباريات، حتى في الادوار التصفيات النهائيه من دور 16 بتلعب دايما ماتشين في اليوم. فرقه قويه جدا حتى في المجموعه الاولى، في اليوفي اعتقد يوفنتوس، وفي تشيلسي في المجموعه الثانيه، والريال وبرشلونه، فرق كبيره علاوة على الفرق طبعا من امارات الوحده والعين والفرق الكبيره والنصر الامارات اعتقد برضو، في مجموعه من الفرق القويه، احتكاك قوي، مدارس كتير جدا ممكن نستفيد منها احنا كنادي اهلي، ونتفرج على المدارس دي واللعيبه والتطور اللي هم وصلوا له طبعا، بجانب ان هي بتبقى فيها منافسه شرسه، رغم ان هو سن صغير طبعا، يعني المفروض ان هو بيبقى مهرجانات زي ما متبع هنا في منطقه القاهره، ولكن هناك لازم الولاد بتوصل لمنافسه ان انت بتلاعب فرق، وفرق اجنبيه وفرق عربيه اكيد، والنادي الاهلي طبعا اسمه كبير، وبتدخل اي بطوله لازم تنافس عليها ان شاء الله باذن الله. الرولز اللي بيجي لنا بالنسبه لنا هي لقيت فيها 14 لعيب، اثنين حراس مرمى و12 لاعب، مع مجموعه متميزه طبعا فريق 2006. هو الفريق 2006 في مجموعه كبيره، مجموعه جيده، ولكن طبعا العدد اكبرنا ان احنا ناخد 14 لعيب، ان مش معنى ان اللعيبه ما راحتش، لا كل اللعيبه كويسين عندنا ولعيبه متميزه ولعيبه جيده، ولكن طبعا احنا محكومين بعدد معين
معين، فاضطرينا احنا ناخد الافضليه بالنسبه لنا من وجهه نظرنا طبعا كجهاز فني. في نفس الوقت ان معظم اللعيبه تقدر تلعب في مركزين او ثلاثه، لان احنا بنلعب ماتشين في اليوم، ماتشين في اليوم دي يعني فيها صعوبه شويه، دي يعني فيها اجهاد بالنسبه للولاد مش متعودين عليه. الحاجات دي كلها هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل عمليه التدوير بشكل جيد بين ال 12 لعيب واثنين حراس مرمى، ونوصل طبعا للتشكيله باذن الله اللي تمثلنا بشكل جيد وتشرف النادي الاهلي وتشرف بلدنا. انا اسمي ياسين احمد العزبي، بلعب 2006، بلعب بلاي ميكر. ان شاء الله هنروح الدوره بتاعه دبي ونوعد جماهير الاهلي اللي احنا هناخدها ان شاء الله. انا مع صلي الاعلى محمد صلاح وبتريكه. انا اسمي عمر السرساوي، مواليد 2006، بلعب مهاجم، مركزي مهاجم. ان شاء الله مسافرين دبي هنمثل النادي الاهلي بصوره كويسه. همثل الاعلى محمد صلاح. انا اسمي اكرم علام، بلعب في النادي الاهلي مواليد 2006، مركزي مدافع، وان شاء الله نمثل دبي، امثل النادي الاهلي في سفريه دبي بصوره كويسه ان شاء الله. مثل الاعلى فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول. انا اسمي محمد احمد سعد، بلعب في النادي الاهلي مواليد 2006، مركزي مهاجم، وان شاء الله مسافرين دبي عشان نمثل النادي الاهلي بصوره كويسه يعني، ونرجع ونبعد جماهير النادي الاهلي نرجع بالبطوله ان شاء الله. محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. انا اسمي محمد صلاح، بلعب في النادي الاهلي مركزي هاف رايت، وان شاء الله نمثل النادي الاهلي في سفريه دبي صوره كويسه. مثل الاعلى كابتن محمد صلاح. انا اسمي مصطفى اشرف محمود، بلعب نص ملعب، ان شاء الله مسافرين دبي هناخد البطوله ونرجع، وانا نفسي اطلع زي محمد صلاح. اسمي عمر زكريا اسماعيل، بلعب في نادي الاهلي 2006، وان شاء الله احنا رايحين دوره دبي ان شاء الله نادي هناك كويس، وبعد كده ان شاء الله يعني نرجع بالبطوله ومبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني ابقى زي محمد صلاح ابو تريكه. اسمي مازن احمد، لاعب النادي الاهلي 2006، مركزه مدافع، وباذن الله نسافر دبي نقدم اداء كويس ان شاء الله ونرجع بالبطوله ونشرف النادي الاهلي ومثل الاعلى راموس. اسمي عمر سعيد معوض، انا بلعب في النادي الاهلي مواليد 2006، وان شاء الله احنا طالعين دوره دبي ان شاء الله نمثل فيها كويس، وان شاء الله نرجع بالبطوله. انا اسمي محمد شريف مصطفى، بلعب في 2006، مواليد 2006 في نادي الاهلي، وبلعب مركزي في الملعب مهاجم، وان شاء الله لما نسافر دبي نرجع بالبطوله ان شاء الله ومبسوطين. مساء الاعلى محمد صلاح. انا اسمي يوسف محمد الجمال، بلعب في نادي الاهلي فريق 2006، مركزي باك يمين، وان شاء الله هنروح بطوله دبي على اساس ان احنا نلعب للفريق الاهلي ونادي كويس ان شاء الله ونرجع مبسوطين ان شاء الله. مثل الاعلى هو محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. اسمي فتحي مصطفى فتحي، لعب في النادي الاهلي مواليد 2006، مركزي حارس مرمى، وان شاء الله نسافر لسفريه دبي ونظهر بصوره حلوه ونرجع بالبطوله. مثل الاعلى تير شتيجن.